بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حابب أوجه يعني رسالة لأي حد بيستعمل العطور، يعني سواء كان العطر في صورة يعني مصنوع بكحول، يعني مخفف بكحول، او بيستعمل زيوت عطريه مباشره اللي هي عن طريق الايه الملامسه. فاحنا بنحب نقول له الزيوت العطريه دي طبعا اللي هي زيوت التركيب كليتها، او طبعا دي مواد كيماويه، ويعني بلاش ان انت حضرتك يعني تستعملها بافراط وعلى الجلد مباشره او على الوجه مباشره، او ما تجيش على المناطق الحساسة زي العين ورمش العين، وأساسا برضو الأنف وفتحات الأنف وفتحات الفم عموما، وخصوصا برضو في الأطفال. يعني أنت ممكن تكون عندك أطفال وبتحط لهم ريحة وبتعطرهم برفيوم معين، فخد بالك إن طبعا العطور دي ليها سلبيات وليها أضرار على الجلد وخصوصا العين وخصوصا الانف ومنطقه الفم عموما، بتسبب حرقان وشعطان، وممكن تؤدي الى يعني تدمع، تخلي العين تدمع على طول، تنزل دموع، وخصوصا في الناس الحالات الكبيره في السن زي حضرتنا زينا كده. يعني ممكن لو زيت العطر نفسه جه على العين او على الاغشيه، لان دي اغشيه حساسه، اغشيه العين والجيوب الانفيه وكده، ممكن بتسبب هيجان وبتسبب شعطان وحرقان في العين والأنف وبرضو على الشفاء عموما، فبيبدأ العين تدمع وتفضل الدموع نازلة باستمرار، وانت حضرتك ممكن ما تكونش واخد بالك دايما ايه، يعني تفكر ان في حاجة في العين ولا حاجة، وانت حضرتك انت بتستعمل عطر بس ناسي ان انت حضرتك استعملته يعني بطريقة يعني غير اللي هي موصى بها. مثلا انا عندي عطر مثلا مخفف بكحول مثلا ايا كان نوعه، ببدا استعمل العطر، بلاش احنا زي ما اتفقنا الوجه، بلاش الايه الوجه والحاجات دي يعني. وبختبر برضو العطر، في ناس برضو بتكون حساسه للعطر، فانا ممكن بحط العطر اهو على جلد، لو انا مثلا عندي حساسيه في الجلد ولا حاجه بحطه واسيبه فتره ساعتين ثلاثه، ببص الاقي هل عمل احمرار، في شعطان، في كذا في كذا، عمل مشاكل في الجلد، بابدا اجرب اللي هو البرفيوم اللي عندي على الجلد واسيبه فتره، والله كان كويس وما فيش فيه اي نتائج سلبيه، ببدا استعمله مش في اي مشكله. وخصوصا بنركز وخصوصا ايضا الاطفال والناس اللي هي بشرتها حساسه جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه لقيته كويس خلاص، ببدا ايه برش هنا على الجنبين، هنا وهنا. عايز ترش هنا ماشي، هنا منطقه الخلف، لان طبعا المنطقه دي بيبقى فيها نبض للحراره، والحراره طبعا مع ريحه البرفيوم او العطر اللي عندك بتبدا تصاعد، وبتبدا زي ما يكون في تفاعل معين ما بين الجلد والحراره والعطر اللي عندك، فبتدي فواحان للعطر اكتر. وبرده منطقه الايه الابط، لو انت حضرتك بتدي هنا وبتدي هنا بخه وهنا بخه، خلاص الموضوع انتهى. ده بالنسبه اللي هي العطور المخففه بالكحول، اللي هي الكحول اللي هي سبراي، اللي احنا بنسميها سبراي اللي عندك، اللي هي بتنتشر يعني في الجو. ده بالنسبه لاستعماله، واوعى يكون الرذاذ يجي ترش كده مباشره على الوجه وعلى العين، ممكن يسبب مشاكل في الجلد والبشره، وممكن يسبب مشاكل على جفن العين، وسبب زي ما اتفقنا دموع وتعب، حرقان في العين دايما باستمرار، عينك دايما تنزل ميه وتبقى تعمل مشكله. ده بالنسبه للنوع الاول من البرفيوم او العطور. في ناس بقى المشكله الاكبر، في ناس بتستعمل الزيت العطري نفسه، يعني يكون شاري من المحل يقول له اديني ازازه، في ناس تروح تجيب ازازه صغيره زي دي كده، دي اسمها ايه ازازه ريشه، بيسموها ريشه اهي، ازازه صغيره جدا اهي، يعني تاخد حوالي 2 سم او 2 ملي متر، 2 ملي لتر، 2 ملي لتر اللي هو 2 سم مكعب اهي، فبيكون الازازه عنده كده، بيحطها
بيحط البلاستيكيه اللي عنده ويعمل بيها ظهر ايه ايده، يعمل بيها كده انا في الازازه كده ويعمل بيها ظهر ايده كده خلاص هو ماشي. بس المشكله ان هو بعد ما بيعمل كده بيروح عامل كده، بيعمل كده بيعمل كده وروح ايه عامل بيها ايه الوجه، بيروح ايه مسح بيها الوجه. طبعا ده خطأ كبير جدا، ده خطأ كبير جدا. على اساس ايه حضرتك اعمل كده وتمسح بيها جسمك او الهدوم من بره ماشي، انما حضرتك بتروح حاطط انت الزيت العطري على ايدك وتروح عامل ايدك كده يعني من جنس العطر مع ايديك من بره ومن جوه، تبدا ايه حضرتك تروح مسح الايه الوجه وجفن العين وكده خلاص. بيجي على الجفن العين هنا وهنا، واحنا قلنا الجفن ده حساس للمواد الكيميائيه والزيوت العطريه دي مواد كيميائيه، فبتبدا العين تبدا تنزف او بتنزل دموع على طول وحرقان، وحضرتك ممكن تكون مش واخد بالك تقول ده من ايه، انا ده عينيا فيها حاجه ده مش عارف ايه، تبدا تدعك في عينيك وتبدا ايه ممكن تحمر وممكن تعمل مشاكل، وده بيكون اساسا عن طريق استعمال خاطئ للزيت العطري نفسه. يعني حضرتك كده ما تعملش كده خلاص، اعمله عملت كده خلاص اعملهم كده، ما تعملش ليك على هنا ولا هنا ولا المناطق ولا الجلد عموما ولا على منطقه الوجه عموما. في ناس بتشتري برضو الازاز اللي هي دي ازازه بليه زي دي كده، ده نوع من ازاز البليه اللي عندي، وده النوع الايه الثاني اهو اهو، ده نوع برضو من ازاز ثاني في عندي العلبه هنا اهي، نجيب منها ازازه اهي، بتبقى الازازه كده الازازه الصغيره بتاخد في حدود 3 سم ونص 3 يعني 3 مل ونص من الزيت العطري، وبتبدا ايه برضو بيبقى في بليه دواره دي ريشه وده اسمها بليه دواره، يبدا بيعملها برضو على ايده كده. الواحد مننا بيبدا يعملها خصوصا في المساجد بيستعملوا الحاجات دي وبيطيبوا بيها الناس وكده، فتاخد بالك ان البليه دي ما بتعمل كده، ده زيت عطري صافي، زيت عطري صافي. يعني ايه زيت عطري صافي؟ يعني مركز، يعني اغلبه كليته مواد كيميائيه، كل التركيب كيماوي ومواد كيماويه. فحضرتك ما بتحط تبدا تعمل كده خلاص هي اصبح حطيت الزيت العطري على الجلد نفسه، ممكن الجلد يتضرر وشوف انت، وبتبدا تروح عامل كده وتروح برضه نفس الحال بتروح عامل بيه وجهك والعينين ومنطقه الانف والفم والحاجات دي، تبدا المناطق ديت تلتهب، وخصوصا العين هي جفن العين هو اللي بيلتهب اكتر في الموضوع ده. يعني حبيت اشارك حضراتكم على اساس يعني عايز تحطها حطها كده مثلا ماشي، وامسحها وروح مسحها تحت الابطين كده اهوت، او على هدومك من الخارج او على ملابسك من الخارج وخلاص، انما بلاش منطقه الايه العين هنا والعين هنا، لان ده بيسبب التهابات في جفن العين زي ما اتفقنا. معلش انا بكرر الكلام، في ناس يعني تدعي معلش استحملوني، فيعني بحب يعني اكد المعلومه على اساس الناس تعرف ان ده غلط ما يعملش كده، لان ممكن يعمل. واوعى الاطفال تحط لها زيت عطر صافي على ايديها، لان ده جلد الاطفال ضعيف جدا ممكن يعمل مشاكل للاطفال. فعلى اساس كده حابب اشارك حضراتكم في بالمعلومات ديت، ويعني لعل وعسى يكون فاده، لان انا بحاول من قناه والله ما في اي ما نقصوش اي حاجه، والله احنا لا نبغي الا وجه الله سبحانه وتعالى، وبنقولش الا ما يرضي الله، سواء كان معلومة أو حاجة مرينا بها في حياتنا العملية، سواء كان أيام الدراسة في الجامعة أو بعد ما تخرجنا أو بعد ما خلصنا، يعني كل اللي طلعناه به من الدنيا بنبدأ نقوله للناس على أساس يعني إيه من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وطبعا التذكرة في الدنيا وتذكرة في الدين أيضا. فده كلامي الناس ما تاخدوش على إن أنا يعني بقول حاجات مكررة وكده، ده الموضوع النهاردة لعل وعسى يكون في إفادة لحضراتكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.